معهد الدراسات الموسيقية كان اسمه معهد الغناء العراقي، وبعدها سموه معهد الدراسات النغمية، هسه حاليا معهد الدراسات الموسيقية. أكثر الناس المهمين بالبلد المبدعين اللي هم أيقونات درسوا والتزموا عمادة هذا المعهد، وايضا تخرجوا من هذا المعهد. صح استاذ محمد. صحيح. اهم الناس اللي درست بالمعهد او اللي التزمت عماده هذا المعهد. طبعا الكثير من المدراء، يعني من عام 71 ولحد هذا، يعني من ضمنهم مثلا الاستاذ حبيب ظاهر العباس، الاستاذ الدكتور صبحي انور رشيد، كان حسين الاعظمي، حسين الاعظمي، الاستاذ حسين الاعظمي، استاذ سالم عبد الكريم، يعني دريد الخفاجي، يعني فترة طويلة، يعني صار 50 سنة تواكبوا على هذا المعهد الكثير من الرموز الفنية بالبلد. سيد اللي تخرجوا، أنا أتوقع أنه طبعا تخرج من هذا المعهد الكثير من الناس شمل. على مدى 45 سنة، يعني الفنان الكبير نصير شمه، الفنان الرائع والكبير والقدير الكاظم الساهر، السيدة فريدة محمد علي، الأستاذ محمد حسين قمر، والقائمة تطول. يعني مصطفى زاير من الشباب الرائع، من الجيل، من جيلنا وال يعني من مجايلينا طبعا، من مجايلينا طبعا الكثير، استاذ علاء هو خريج المعهد، مصطفى زاير وغيره من الفنانين ايضا. انا يعني عندي معلومه انه حتى عراق ايدول اللي برنامج عندنا طبعا كان يعني كانت اكو مشاركه جدا مميزه لطلبتنا.